بعضا من مهارات لاعب نادي الزمالك الجديد زكريا الوردي واللي هو هيكون بديل طارق حامد. سبحان الله، نسخة مصغرة DVD من طارق حامد في التحاماته في قدراته في الملعب، نفس الأداء اللي كان بيأديه طارق حامد مع الزمالك يتواجد في اللاعب زكريا الوردي. زكريا الوردي في آراء كتير مختلفة عليه انه كان لاعب كويس ولا لاعب وحش، لان بعض جمهور الرجاء بيقول ما شاء الله والحمد لله ان هو مشي من النادي، وفي البعض بيقول لا ده خسارة كبيرة لنادي الرجاء ان هو يسيبه. ولكن اللاعب لاعب ممتاز في نص الملعب، واهم مزايا انه بيلعب بكل خشونة وبكل قوة على الكورة، وشفنا ده امام النادي الاهلي وبخصوص مع اللاعب اكرم توفيق نجم النادي الاهلي. لاعب مكاتل في الملعب ولاعب بيطير اي حد قدامه، ولكن ينقصه الحتة المهارية في نص الملعب. هو مهاري ولكن مش بنفس قدرات امام عاشور، لكن لاعب في نص الملعب تعتمد عليه الناحية الدفاعية، لكن لاعب ممتاز في نص الملعب رغم اختلاف الاراء من جمهور نادي الرجاء، ولكن لاعب متكامل في الناحية الدفاعية. ينقصه بعضا انه يكون مهاري شوية، لكن هو لاعب كناحية دفاعية لاعب مقاتل وصعب اي حد يعدي منه في الملعب، وشفنا ده امام النادي الاهلي في السوبر. ولاعب بصراحة لاعب هيكون مكسب لنادي الزمالك رغم قلة مهاراته في الملعب، ولكن مهاراته الحقيقية في استخلاص الكورة وان هو يرجعها لفريقه ويبني هجمة بشكل كويس، نفس وظائف طارق حامد مع نادي الزمالك في الفترة الاخيرة. فبس يا صديقي، ده كان اللاعب زكريا الوردي نجم نادي الزمالك اللي اقترب وبشكل كبير من الانضمام لنادي الزمالك. فياريت الصحب تكتب رأيك تحت في التعليقات على طريقة لعب اللاعب، وهل هيناسب نادي الزمالك ولا هيكون صفقة والسلام في نادي الزمالك. ياريت يا صاحبي تعمل لايك واشتراك للقناة، واستنى مني كل جديد.